سيادة الرئيس، يعني قد لا تتكرر هذه الفرصة كثيرا، وحتى لا أتهم بأنني أهدرت فرصة يعني مهمة. يعني أنا حابب أضع تحت بصر سيادتك أن لدينا في الحوار الوطني توافقا وشيكا أكيدا على ثلاث موضوعات. الموضوع الأولاني تعديلات جوهرية في مسائل الوصاية على المال تحل مشاكل عشرات الآلاف ومئات الآلاف من الأسر المصرية. قانون قديم سنة 52 وضع في ظروف اجتماعية معينة، وكشفت الحاجة المجتمعية عن أنه يحتاج إلى إعادة نظر، ونوقش بالفعل في جلسات الحوار الوطني، وهناك توافق واضح. طبعا مجلس الأمناء هيرفع المسألة دي لسيادتك، ولكن دي مسألة أولى. مسألة تانية، يعني لدينا الاستحقاق دستوري والتزام دستوري بمشروع قانون يتيح تداول المعلومات، وهو بالمناسبة أيضا ضمن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أي أن الدولة المصرية نفسها ترغب في إصداره. هذا محل توافق، ويجب أن يكون هذا القانون قانونا متوازنا يراعي مصالح الأطراف جميعا. النقطة الثالثة، تفعيل الاستحقاق والالتزام الدستوري بإنشاء مفوضية عدم التمييز. هذه يعني أنا بتكلم في موضوعات يعني المفروض إن هي يعني ما فيش فيها إن شاء الله مشاكل خالص، أرفعها لمقامكم الكريم للنظر فيها. الأمر بين يديك سيادة الرئيس. أنا قلت وبأكد مرة تانية، كل اللي ممكن أنا أعمله ثق إن أنا أحمله بما فيه الثلاث موضوعات اللي أنتم ذكرتهم، سواء ده كان داخل صلاحيات الدستور والدستور والقانون، أو إن إحنا نحل الموضوعات ديت على البرلمان ويعني تاخد نقاشها وتطلع فيها. أنا ما عنديش مشكلة يعني، واطمئنوا، وده يعني مش توجيه، يعني هنعمل ده دلوقتي. اللي انت ثلاث موضوعات اللي انت كلمت فيهم هذا سيضاف الى الدعم الكبير الذي يقدم من مقام الرئيس للحوار الوطني. صحيح. شكرا سيادة الرئيس.